جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة. وتناول الاتصال التأكيد على ما يجمع بين البلدين من روابط أخوية تاريخية وثيقة وأهمية مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.